طيب، قرارات مهمة أصدرها الرئيس السيسي بالأمس، كان أبرزها الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020. مصطلح مهم جدا ومنتدى أكثر أهمية، منتدى غاز شرق المتوسط، تفاعل كبير جدا في وسائل الإعلام بعد قرار الرئيس. طيب إيه هو منتدى غاز المتوسط؟ هيفيد مصر في إيه؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي معانا دلوقتي على الهاتف. معانا دكتور وفاء علي، أستاذ الطاقة جامعة السويس. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، صباح النور. صباح النور. أولا عايزين نعرف يعني هذا المنتدى، منتدى غاز شرق المتوسط، إيه الفوائد وأهميته إيه؟ اسمحي لي في البداية يا أستاذة خلود أقول إن البحر المتوسط كان مجرد ممر هادئ إلى أن جاءت الاكتشافات الغازية في شرق المتوسط للغاز الطبيعي، والحقيقة على أثرها نشأت تكتلات جعلتنا جميعا نتساءل والعالم يتساءل، هل الثروة المكتشفة وسيلة لخدمة السلام أم وسيلة لتأجيج الصراعات؟ والحقيقة استطاعت مصر بالقيادة السياسية وإرادتها، مصر التي دائما يبحث عنها الدور، حولت هذه الاكتشافات إلى وسيلة لخدمة السلام الاقتصادي وجعل المصالح المشتركة إلى مصير مشترك أيضا. وكانت هناك بداية لهذا المنتدى في اجتماع السيد الرئيس، أو بداية موفقة في جزيرة كريت في شهر أكتوبر 2018 بالقمة الثالثة بين الرئيس المصري واليوناني والقبرصي، وتم الاتفاق فيها بمذكرة تفاهم لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. ودي الحقيقة مثلت زخم سياسي واقتصادي وكانت أساس راسخ لإنشاء هذا المنتدى، إلى أن تم تدشينه الحقيقة بالقاهرة في يناير 2019، وتم اختيار القاهرة للإعلان عن البيان التأسيسي لدول شرق المتوسط، ويشمل الدول المنتجة والمصدرة والمحتملة للغاز ودول ممرات العبور بشرق المتوسط، بما يعود طبعا بالنفع والاستفادة من الاحتياجات الحالية والمستقبلية. الحقيقة يعقبه هذا المنتدى، قبل ما نقول الخطوة اللي بعد كده، هو بيضم وزراء 7 دول، هي مصر وإيطاليا واليونان وقبرص والأردن وفلسطين وإسرائيل. والحقيقة يعني مصر من بداية تدشينه بالقاهرة تحولت إلى لاعب إقليمي أول، وأصبحت فعلا مركز إقليمي للطاقة. وهذا المنتدى رحب بأي دولة تنضم إلى العضوية بالشروط العضوية وأي جهة رقابية، وكذلك هناك دور للقطاع الخاص أيضا سيكون في المرحلة القادمة. ثم جاء المؤتمر الثاني في 25/7/2019، وحرص السيد الرئيس على مقابلة رؤساء الوفود ووزراء الطاقة للدول التي حضرت المنتدى المؤتمر الثاني. الحقيقة الرئيس في هذا الاجتماع حرص على بيان أهمية المنطقة الجغرافية للطاقة والغاز، وكيفية تحويل الموارد الثمينة وتحويلها إلى فرصة استثمارية حقيقية لصالح شعوب المنطقة. هذا الاجتماع تحديدا يا أستاذ خلود حضروا وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وحضروا أيضا مندوب البنك الدولي لدراسة منتدى غاز الشرق المتوسط بمساراته. طب وهذا المنتدى برضو يا دكتور وفاء، عايزين نوضح للمشاهدين أكتر إيه دوره، وإزاي هيقدر أنه هو يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة؟ أولا يا فندم، هذا المنتدى وضع أو الميثاق اللي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية بالقرار 644 لسنة 20، يهدف إلى احترام حقوق الأعضاء فيما يخص مواردهم. صحيح، حضرتك تعلمي أن الاحتياطي في هذه المنطقة بالنسبة لدول شرق المتوسط 122 تريليون قدم مكعب. ال7 دول الموجودة في غاز الشرق المتوسط لديها 72% من إجمالي الاحتياطي الموجود في شرق المتوسط، إذن هو احتياطي كبير. هناك أيضا العمل على إنشاء سوق إقليمي للغاز يخدم مصالح الأعضاء. حضرتك تحتاجي فعلا أن يكون لديك سوق للغاز يماثل سوق أوبك، وإحنا شايفين الأوبك يعني أسعارها تضع خطط للعالم كله. صحيح. التعاون كمان وخلق حوار منهجي، ده بيؤدي طبعا في بنية تحتية، الحوار بين الأعضاء الممنهج والمنظم ده
ادى الى انه يكون في تدشين ايضا او ترشيد الى تكلفه البنيه التحتيه. انا بشكرك دكتور وفاء على كل هذه التفاصيل. دكتور وفاء علي استاذ الطاقه جامعه السويس، شكرا لحضرتك.